نحن الآن متواجدين ضمن تجمع القلوب الرحيمة الرابع على أطراف قرية الكندرلية بريف قباسين. هذا التجمع يسكن به قرابة 1500 عائلة، طبعا تم نقلهم من المخيمات العشوائية التي كانت تتواجد بالمنطقة على أطراف مدينة قباسين. طبعا تم نقلهم من الخيام بهدف القضاء على المخيمات العشوائية بالمنطقة. لمعرفة التفاصيل أكثر عن تجمع القلوب الرحيمة والعائلات الساكنة فيه تابعونا. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. عم تعرف عليك؟ أهلا وسهلا. إبراهيم عبد الخلاق من مدينة حلب، سكن أنا هون في المخيم. احكي لنا عن أوضاعكم بالمخيم وإيمت يعني تم نقلكم لهذا المخيم. صار لي حوالي سنة أنا هون، بس بينا تاريخ ما بعرف، يمكن 10/10، يمكن بالأوضاع هيك 10/10 انتقلت أنا لهون. والوضع تعبان، الوضع تعبان. عندي 4 أشخاص ما لهم معي غير الله وانا، وانا رجال عمري 75 سنة 76 سنة، عم شغل هون وهون وهون، بخدم هون وهون حتى امشي حالي. مرطط الخبز والخضره، بشتري بال5 ليرات وبال10 ليرات اكثر، والمي غصب زول لدبر حقه. المي ساريج، المي غصب زول لدبر حقه. ساريج المي 5 براميل ب60 ليره. وهذا وضعنا تعبان بالمره يعني. بالنسبة لتجي تشتري شغلة عملة كله غالي يعني، معروف يعني. الأسعار من أي مكان غالي، بيجوا يعني شيء بسيط بتربحوا، بس نحن بالنسبة لنا ما عم نقدر نشتري لحمة فروج غيره غيره، ما عم نقدر نشتري نحن. هل قلة فرص العمل أو مثلا قلة فرص عمل يعني بشكل غريب؟ هلا يعني مثلك أنت بدي أشتغل، أنا عمري 76 سنة إذا أشتغل، أنا ما أريد أشتغل شغلة. هذا صار لانه رجعتي مع بشكه مخاصرتي، كل وي شيء ما معروفه، خرج اروع دكتور ما خرج اروع دكتور. طيب ما في رعايه صحيه بالتجمع موجوده او مشافي؟ بدك روح صور، بدي اقول لك روح صور، ما عندنا تصوير يعني في غير هيك، بدي اقول لك ما عندنا تصوير يعني. بعد اوقات بتروح عليه بس بدك دواء بقول لك اشتري بالصيدليه، بجوز ما عنده نفس الدواء اللي مطلوب لك. يعني ما هو انه على طول بقول لك ما في دواء، بيعطي هالدواء المناسب اللي عنده، والباقي بدك تروح تشتري من برا، اكثر من هيك ما في. هذا اللي عم بصير معنا. طيب هل اجت منظمات مثلا تبنت موضوع المي، موضوع النظافه، موضوع الخبز؟ اول ما سكننا بالمخيم هذا كان فاضي، وبعد لما سكنت العالم سكنت صار يجيبوا لنا مي، المنظمة صارت تجيب لنا ما يضلوا شي شهرين ثلاثة يجيبوا لنا، بعدين قطعت طول. يعني اليوم احتياجات منزلك كمي كخبز كنظافة، هذا كله صار عبء عليك كثير كبير. نشر على الله بالمرة، بالمرة حالي تعبانة. أنا بالنسبة لي لا، في كثير أشخاص مو بس أنا، كثر بعض المخيم بهالوضع هذا. في ناس عم تشتري أكثر، إذا عم نشتري بال5 بندورة ب5، خيار ب5، بطاطا ب5، يعني شو بدك تشتري؟ ما عندي بدي اوفر حال لربطة الخبز. طيب اليوم يعني نحن على ابواب فصل الشتاء. ايوه. شو تجهيزاتك للشتوي؟ تجهيزاتي مثل الصيف. صار لي سنتين ما ركبت صوبه هون. سنة صار لي ما ركبت صوبه هون، ولما كنت في قبيسين ما ركبت صوبه. لأن الصوبه تجهيز بحطيتها بالبيت بدها فحم، وأنا ما لي قدرة أجيب فحم. ما لي قدرة، بدها محروقات هي الصوبة. اي والله ركبت البوري فوق السطح طالع لفوق، بده فحم، والفحم غالي. يعني مثلا بدي اجيب 50 ورقة فحم ادوب بتكفيني بالنهار او ليلة. هذا عم يصير معنا، هذا تعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك معلم؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ طمنا عليك. الله يبارك فيك. وين رايح؟ شايفك هيك اخذ الاولاد، وين رايح؟ رايحين عندك هنا على السوق لهوني. تفضل. خير اختار بس شوي. تفضل.
شو راح تشتري من السوق؟ والله بدي اشتري فروجي. اليوم اشتغلت واليوم بدي اصرف على حالي فروجي لها الولد طعميه. يعني اليوم بدك تتبهنا. ايه بعتها. وين بتشتغل حضرتك؟ والله بشتغل عامل بالحراقات. من وين حضرتك اول شيء؟ انا من ريف سفيري. من ريف سفيري. الله حياك. الله يسلمك. سفيري يعني. ايش قد لكم ساكنين هون بالمخيم؟ كيف اوضاعكم بشكل عام؟ هون من زمان هون، بس كنا سنه بالمخيم هذا سنه. كنا بنشرق بضيعه بخيم قباركي. ولا صار لنا سنه هون. ايوه. وين كنتوا باركين قبل؟ ضيعه اسمها وادي الاخضر شرقي برشايه، يم برشايه. ايوه. هون قريب يعني. وانتقلنا من سنة، صار لنا سنة تقريبا، قربنا على السنة يعني بشهر العاشر صار لنا سنة. كيف كان وضعكم بالمخيم قبل؟ والله كنا أكوس من ألحى. كان يجينا يعني دعم بالأيام يشي ألحى خالص، بالمخيم هذا ما بدعم خالص. كنا غادي بيار جنبنا نشرب مية نعبي ببلاش، هون عم نشتري المي شري. أول شهرين عطونا مي، أول شهرين ثلاثة، بعدها وقف دعم المي خالص، ما بي لا مي ولا شيء ولا شيئين. يعني. ولا شفنا دعم خالص، كانوا قدام ما نجي على المخيم ناخذ سله كل 3-4 أشهر تجينا سله غذائيه، هون ما بي خالص، اخذنا مره واحده يمكن بس سله غذائيه، هون ما بي لا دعم سله غذائيه ولا ميه، ولا كان المي تجينا النظافه ببلاش، النظافه عم تدفع عليها كمان رسوم، ما بي شيء يعني، ما بي دعم للمخيم خالص، دعم خالص. يعني من سنه من وقت اللي سكنته بهذا التجمع، واهم شيء المي، المي اهم شيء. عم نعبي خزان المي 60 ليره الخمس براميل، ما بي مي اشتري يا شري. انا عندي 12 شخص عيلتي، 12 شخص قد بكفيني 3 ايام 4 ايام اذا عم اقني ما عم نضل نكون على المي. وبارك بشقه صغيره 12 شخص، انا شقه صغيره بارك فيها، ايش بدي اسوي؟ وعدونا يعطونا شقه ولحد الان تلاقوا لنا شقه هيك مناسبه تزبط معنا وما بي. طيب اليوم كيف تعمل مقارنة مثلا بين دخلك المحدود، عم تقول عم تشتغل بالحراقات يوميات كأنه شوي قليلة أو شغل قليل؟ قليل بالمرة. بين دخلك المحدود ومصروفك ممكن يكون مصروف مثلا كتير كبير، عم تقول لي عائلة 12 شخص. والله ايش بدي أحكي لك، الشكوى لله. يعني شرينا كله بالدين. الحمد لله عم يدينونا هالدكاكين. هون أبو عمر هذا له علي 150 دولار. بيبقى بيسين له علي 150 دولار كمان. عم نروح نصرف من هالدين وعلى الله، ايمتى نشوف الفرج الله. طيب شغلك اللي عم تشتغل انت فيه الحراقات، مثل ما بنعرف انه هذا يعني موضوع خطر كثير، كيف عم تقدر انك يعني تتابع هذا الموضوع؟ والله شو بدنا نسوي من الموت؟ قالوا جابرك على المر، قالوا الامر منه، ما في شغل غصب، ما في شغل غيره، وش تشتغل؟ ما في شغل، عامل دورنا ما في. كل 3 اشهر بنطبخ طبخه، تاجينا التخريج يدور. إيه يعني طبختين مع بعضهم تخريجتين 150 دولار كل 3 اشهر. هذه شغلنا. تاجينا الدور، والحسين بجوز يطول اكثر كمان. يعني شغل ميت ضعيف بالمره. طيب شو بتوجه رساله اليوم؟ يعني اوضاعكم بالتجمع كثير مثل ما سمعت من الناس كثير سيئه، يعني من سنه لحد الان ما يعني ما حدا توجه لهذا المخيم من منظمات او مثلا من جمعيات اغاثيه لحتى تساعد هالناس مثلا لو تقديم خدمات اساسيه. شو بتوجه رساله؟ بنوجه رساله يعني يطلعوا علينا من المنظمات على هالمخيم، مخيم كندرنيه ما في دعم خالص بالمره، من جينا ان سنه على التمام يعني لعشرة عشرة بصير لنا سنة. أول شهرين دعمونا بالمي بس، ولا في جنس الدعم خالص خالص، يعني يدعمونا أقل شيء المي، أهم شيء المي، الشرب أهم شيء. يعني يا أخي الأكل الله بعت الرزق، المي والله المي مصروف كبير ترى، يعني 10-12 ورقة البرميل كتير كتير غالي، وما في أهم شيء المي. كانت منظمة يد بيد تدعمنا وقامت وقفت بالمي اول شهرين بس. السله الغذائيه، الفحم جاينا الشتاء، بكره الشتاء جاينا، يعني شو بدنا نسوي؟ ما بنعرف هالاطفال مثل هذول شلون بكره بدنا ندفيهم، ما بدنا عارفانين. يعني بفهم من حديثك انه كانت سابقا عيشتك بالخيمه بالبرد وبالشوب بالحر، كانت الخدمات احسن يعني تقدم لكم انتم كسكان المخيمات كنتوا سابقا؟ اي والله والله كانت عجب. هي المنظمات وقفت، ايش القصه ما بنعرف. كان اول يجينا دعم بالخيم، يعني دعم مقبول يعني الحمد لله مره خالص،
كان يعني أشوى. السلام عليكم، يعطيك العافية. بتعرف عليك؟ صالح اليوسف، مهجر مدينة سفيرة. بيقولوا قال اما الخضرجي تمام او محل سماني بيعرف اوضاع الناس من خلال يعني البيع والشراء. احكي لنا عن اوضاع الناس او بشكل عام يعني بالتجمع. هذا الكلام صحيح، تجمع يعني حتى اوضاع الناس على علم الناس كلها، لا في منظمه عم تدعم. الاوضاع المعيشيه تعبانه، عالم عايش على المنح على الرواتب، عم ياخذ 75 دولار الشهر، عم ياخذ 2000 ليره، هذا بكون يعني سقف عالي. يعني سابقا كنا مثلا 3 كيلوات بندورة يجي زبون تشتري، كيلوين خيار، كيلوين بانجان، كيلوين، هلا عم يجيب 5 خيار، 5 بندورة، تفاحتين، قرنين موز. يعني حتى الموز ما في عنده مريض، يعني حتى ما عم ينباع. عم يصير عندنا كساد بالفواكه، عم يصير عندنا كساد بالبندورة، حتى البطاطا يعني اللي بقولوا هاخذ يكثر منها ما بتخرب، يعني حتى البطاطا عم يصير عندنا كساد بيها، سبب نتيجة انه التصريف صاير ضعيف شوي، على كيلو وعلى نص كيلو وعلى 10 بطاطا وعلى 5 بطاطا، وهذا هو يعني. والعالم عايشه بالدين اغلبها هون، هذا وضعنا هون، واقعنا هون. بالنسبه لي انا كعملي عم نجيب 10000 بندوره، مكب لنا سلتين بندوره، بنجيب سله تفاح مكب لنا كيلو تفاح، بتربح بالكيلو ليرتين ثلاثه، تروح اخر نهار بتجرب تلاقي حالك مكسور. ليش مكسور؟ صار بي عندك كب، صار بي عندك هدر، صار بي عندك يعني عندك عده اسباب. كيلو الاكياس غالي، اجار طرقات على الباب مثلا 350 ليره اجار سياره، يعني هذا كمان شيء. اجار المحل، ما اجار المحل مثلا 75 دولار، يعني هذا كمان كله باثر اخر شيء على المربح، وعداك عن مصروف العيله وعن الامراض عم تصير وعن الاوضاع بشكل عام. يعني يعني نسبه الناس مثلا عم تاخذ بالدين، ايش قد بتقدر النسبه هون بالتجمع؟ والله يا اخي يعني نسبه الدين بتقدر فوق 70%، فوق 70%. يعني لو بات احنا عم نضطر نوقف الدين، بتيجي بتطلع اوضاع الناس، يعني يعني بتضطر تمشي العيله بما انه ما في حدا يعني يجيب لك مصاري، بدك تدين، وعم تدين عم يصير عنده كسر اللي عم يشتري من عندك. بيجي اخر الشهر بده يعطيني الي الا لابو الغاز، الا لابو السماني، الا عم يصير عنده مرضى، يعني عم يصير عنده تراكم 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 تراكم، عم يؤدي للكسر. يعني هو ما بحسن يؤديني وانا ما بحسن يؤدي بسوق الهال، يعني حتى لا عم يصير كسر من وراء هالامر هذا. يعني ان عند العالم مصرات والعالم ما عندها تؤدينا والعالم عايشه بالدين. يعني الحاله الاقتصاديه او قله فرص العمل هي سبب رئيسي لهي المواضيع برايك؟ اكيد اكيد، هو السبب ذاته، الوضع الاقتصادي هو السبب ذاته. يعني انت اليوم سابقا تجي منظمه مثلا في الكاش، في المعونه، في كانت المي تجينا ببلاش، الخبز كان، اليوم كله بده مصاري. العامل يعني ايش بده يصير تيصير، يعني عم ياخذ له 100 ليره، 75 ليره، 2500 الشهر. هذا يعني اسبوع واحد بتطلع خالص، يعني هي بين خضره بين خبز بين مي خالص. يعني يعني عداك على الرفاهيه، عداك عن يعني يعني الشغله البسيطه، يعني امور الحياه، امور الحياه. يعني 2500 ما بتعدى 15 يوم بالكثير، يعني ال 15 يوم العم تضل عم يصير كسر عليه، كسر عليه وكسر على الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع، عم يصير الكسر كله وين علي انا. بروح اسوق الهال مثلا، جبنا فاتوره ب 15000 تركي، ما عندي اسدد غير 10000، الامر هذا كله وين بصير؟ بالدفاتر اللي عندي. هذا الحال، الحال هذا الحال، اقتصاد ميت. يعني وضع الناس بشكل عام بالتجمع ضعيف؟ بشكل بشكل، عندنا تجمع قلوب الرحيمه هون بشكل بشكل بشكل، الامور تعبانه كثير، تعبانه كثير. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك، شكرا لكم، الله يجزيكم خير على هالمقابله الحلوه، بنتشرف فيكم ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى يجعلكم نقطه تحول ان شاء الله لهالمخيم وغير المخيمات ان شاء الله. شكرا.